كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا. اللهم إنك خلقتنا فلا علم لنا ورزقتنا فلا حول لك. أيها الإخوة، فضيلة الإمام أحمد بن مرابط الحيو الرحمن يؤم جموع المصلين في جامع ابن عباس، الله أكبر، الله أكبر،
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
بكرة وأصيلا، عملا وامتثالا لأمره سبحانه وتعالى، حيث قال: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وصلوات الله وسلامه على نبينا محمد إمام المرسلين وخاتم النبيين، عملا وامتثالا لأمره تعالى، حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ورضي الله عن خلفائه الراشدين أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ورضي عن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن يومنا هذا يوم له خصائصه الشرعية، فهو بالنسبة للحجاج يوم رمي جمرة العقبة ونحر الأضحية أو الهدي ونحر الهدي والحلق وطواف الإفاضة والتحلل الأول، هذا بالنسبة للحجاج. وهو بالنسبة للحجاج وغيرهم يوم هذه الصلاة والخطبتين بعدها، وهو يوم نحر وذبح الأضحية بالنسبة لغير الحاج في المذهب المالكي. فالمذهب المالكي يرى الحاج غير مخاطب بالأضحية، أما غير المذهب المالكي فيرى أنها سنة عليه كغيره. هذه الأضحية التي هذا اليوم هو أول أيامها شعيرة من شعائر الإسلام، وهي سنة مؤكدة بالنسبة لمن لا تشعره في رأي جمهور أهل العلم، وذهب أبو حنيفة إلى وجوبها، إلا أن الراجح أنها سنة وليست واجبة، بدليل ما ثبت في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العشر، يعني عشر ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا حتى يضحي، يعني أنه لا يقلم أظفاره في هذه العشر ولا يقص شاربه إلى غير ذلك من خصال الفطرة المعروفة، ليلقي عنه ذلك الأذى تفاؤلا وتشبها بالحاج حينما يقضي تفذه عندما يضحي. فقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: وأراد أحدكم أن يضحي، دليل على أنها غير واجبة، لو كانت واجبة لما جعلت إلى إرادة واختيار المضحي. هذه الأضحية لا يجزئ فيها إلا الثني من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، فالثني هو الذي يجزئ من بهيمة الأنعام بأنواعها التي ذكرنا، إلا أن الضأن بخصوصه يجزئ منه الجذع الذي ليس بثني إذا تعسر وجود الثني، لما صح عنه صلى الله عليه وسلم من قوله: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا الجذع من الضأن. وذهب كثير من أهل العلم إلى أن الجذع من الضأن غير الثني يجزئ ولو كان الثني موجودا، لما صح أيضا من حديث نعم الأضحية الجذع من الضأن. والتعارض على هذا النحو بين نصوص الوحي
معروف عند أهل العلم وليس فيه تناقض، والجمع بينه معروف عندهم. فإذا هذه الأضحية سنة، والذي يجزئ فيها هو ما ذكرناه، هو التنيم من بهيمة الأنعام أو الجلع من خصوص الضأن. هذه الأضحية لها أيام وجوب، أول أيام لها أيام استنان وطلب، هي ليست بواجبة. أول أيامها هو هذا اليوم واليومان بعده عند الإمام مالك والإمام أحمد، وذهب الشافعي إلى أنها من هذا اليوم إلى ثلاثة أيام بعد هذا اليوم، وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنها من هذا اليوم إلى آخر يوم من ذي الحجة. هذا بالنسبة لنهاية وقتها. أما بداية وقتها فلا بد للمضحي إذ يضحي من أن يكون قد صلى صلاة العيد، فصلاة الشخص المضحي شرط في إجزاء أضحيته، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه رأى أناسا ذبحوا قبل أن يصلوا، فأمرهم أن يعيدوا أضحيتهم، وأخبرهم أن ما ذبحوا هو شاة لحم وليس شاة أضحية. أما بعدية ذبح الإمام فالمالكية على اشتراط ذلك، إلا أنها مسألة خلاف. المتفق عليه أنها لا تجزئ من لم يصلي، فإذا صلى وذبح تجزئه ولو لم يذبح الإمام عند غير المالكية. أما المالكية فيشترطون بعدية ذبح الإمام. هذا عن وقتها. أما عن الشروط المشترطة فيها، فقد ثبت في الصحيح من حديث البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجباء التي لا تنقي أي التي لا مخ فيها. فهذه العيوب الأربع مانعة من إجزاء الأضحية، وألحق أهل العلم بها ما كان مساويا لها فضلا عما كان أشد منها. واختلف أهل العلم في إجزاء ما فيه عيوب أخر جاءت في أحاديث الصحاح، ألا وتلك العيوب هي كون الشاة شرقاء أو خرقاء أو ثرماء أو مقابلة أو مدابرة. فالشرقاء مشقوقة الأذن طولا، والخرقاء مثقوبة الأذن، والثرماء ساقطة السن لغير استبداء، والمقابلة هي التي قطع من أذنها من المقدم وترك معلقة، والمدابرة هي التي قطع من أذنها من الخلف وترك معلقة. هذه العيوب ذهب بعض أهل العلم إلى أنها مانعة من الإجزاء للنهي عنها في الحديث الصحيح، وذهب آخرون ومنهم المالكية في مشهور المذهب إلى أنها تكره ولكن لا تمنع من الإجزاء لكونها عيوبا أخف من تلك العيوب التي نص الحديث على أنها مانعة من الإجزاء كالعور والمرض الذي ذكرنا. فإذا الأضحية تشترط سلامتها من هذه العيوب. هذه الأضحية لا يجوز لمن طلب من شخص أو أراد من شخص أن يتولى عنه سلخها، مثلا أن يعطيه منها كأجرة في مقابلة السلخ، لا يجوز ذلك، ولكن يجوز له أن يتصدق عليه وليعطيه الأجرة من غيرها. فهي لا، لأنها لا تباع ولا يعطى منها شيء في جزارتها، كما ثبت في الصحيح من حديث علي بن أبي طالب في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والهدي لا فرق بينه وبين الأضحية. هذه الأضحية كما قلنا شعيرة من شعائر الإسلام وشعيرة من شعائر الله، فينبغي بل يتعين على المسلم الذي يريد القربة بها إلى الله تعالى أن يعتني بها بتسمينها وبتحسينها وبسلامتها من العيوب، لأن الله تعالى قد قال: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذا بالإيجاز عن الأضحية. هذه بعض أحكام الأضحية،
وقد ذكرناها لكم وبيناها وفصلناها أكثر من مرة. هذا وإن الله سبحانه وتعالى قد أقسم في محكم كتابه أن كل إنسان في خيبة وخسران إلا الذين اتصفوا بأمور أربع: الإيمان أولا، وعمل الصالحات ثانيا، والتواصي بالحق ثالثا، والتواصي بالصبر رابعا. جاء ذلك في قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فيتعين على كل عاقل مصدق بكتاب الله تعالى أن يحرص كل الحرص على أن يتفقه في هذه الأمور الأربع التي هي الإيمان القائم على أركانه الست المعروفة، وأن يعمل الصالحات يؤدي الواجبات ويؤدي المندوبات وما إلى ذلك، وأن يكون من الذين يتواصون بالحق، ويعني التواصي بالحق التناصح والتآمر بالمعروف والتحابب في الله تعالى والتعاون على البر والتقوى، ذلك ما يعنيه التواصي بالحق. والتواصي بالصبر هو أن صاحب الحق دائما يلقى مصاعب ومشاق في سبيل أدائه للحق وعمله للحق، فلا بد من أن يتحمل المشاق، فلا بد من أن يتحمل وأن يصبر. لذلك الله تعالى أقسم في هذه الآية أن كل إنسان في خيبة وخسر إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع. ولقد صدق الشافعي إذ قال: لو لم ينزل الله تعالى على عباده إلا هذه السورة لكانت كافية. ثم إن درء المفاسد وجلب المصالح وتوفير الأمن والاستقرار من العمل الصالح. ومن هنا نشكر الله سبحانه وتعالى، ثم نشكر ولاة أمورنا بقيادة رئيس دولتنا على ما ينعم به بلدنا من أمن واستقرار وسيادة واعتبار. هذا ما يتعين التنويه به وذكره، لأنهم يحق لهم أن يذكر لهم ويعترف لهم بما قدموه من صالح لهذا البلد. الإنصاف من شأن العقلاء، فلا يمكن أن تكون الصالحات تدمن وإذا وقعت أخطاء أو أغلاط تقام الدنيا ولا تقعد، ليس ذلك من الإنصاف وليس من العدل. نشكر الله سبحانه وتعالى، ثم نشكر لولاة أمورنا بقيادة رئيس دولتنا ما ينعم به بلدنا من أمن واستقرار وسيادة واعتبار، ونسأل الله أن يزيدهم من التوفيق وأن يعينهم ويعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يديم علينا نعمته ويديمها على سائر الأمة الإسلامية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأقول موجها خطابي إلى رئيس دولتنا، إلى رئيس دولتنا الذي عرف عالميا بنجاحه في دحر الإرهاب والغلو والتطرف. أقول مخاطبا له، مبلغا له ما أثبت عندي من طريق الشهود العدول، جماعات وأفراد، من أن بلدنا هذا وللأسف ينشط فيه المد التشيعي
الصفوي الفارسي، ونلتمس العذر وليعلم أن مصلحة الدين فوق كل مصلحة وفوق كل اعتبار. نحن جمهورية إسلامية مسالمة نمد أيدينا عن طريق ولاة أمورنا لسائر دول العالم غير مفرقين بين دولة من دولة، لتبادل المصالح وللتعاون فيما القواسم المشتركة. إلا أننا أهل هذه الجمهورية كغيرنا من المسلمين، ولكننا نتكلم عن أنفسنا. إلا مس ثابت من ثوابت الإسلام أو أغزينا بما يمس ثوابتنا الدينية العقدية، فهناك لا بد من أن نصدع وأن نرفع الشكوى إلى الله تعالى وأن نبدي أننا لا يمكن أن نقبل بذلك. إن بلدنا كما هو معروف جمهورية إسلامية سنية مسالمة، ونحن إن شاء الله تعالى من أئمتنا وعلمائنا إلى رئيسنا إلى وزرائنا كلنا على حد سواء مسالمون، ما نمد أيدينا للتعاون في سائر القواسم المشتركة. إلا أنه إذا مس ديننا ومست عقيدتنا ومست أمامنا مقدساتنا الإسلامية فحين ذاك لا حجة بيننا. أنا أذكر أولا أنه قبل 30 سنة قد كانت تطبيع قائما بين هذا البلد وبين الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأذكر وأنا حاضر مع السلفي في الإمامة والإفتاء الإمام المفتي العام بالداه بن البصيري رحمه الله تعالى، أذكر وأنا معه جالس معه أن زاره بعض الإخوة من إيران، زاروه لكونهم في هذا البلد وآنذاك يحاولون أن ينشطوا في الدعوة إلى ذلك المنهج الذي يعنيهم. فحينما جاءوه قال لهم بالحرف الواحد وأنا حاضر: إن اعترفتم بالإمامين أبي بكر وعمر يمكن أن نتحاوى، وإلا فلا كلام بيننا. هكذا قال وهكذا حصل، ومن المعلوم أنه حصل ما حصل وأن العلاقات قطعت. أقول ثبت لدي من طريق الثقات العدول أن الدعوة التشيعية الصفوية الفارسية ناشطة في بلدنا في أبنائنا، ونحن جمهورية إسلامية لا نقبل أن يدخل علينا هذا الفكر. لما ذلك؟ لأننا على يقين مما لا خلاف فيه أن هذا المذهب وهذا المنهج يقوم أولا مبدأه الذي قام عليه هو لعن وشتم أفضل شخصية من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ألا وهو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، أبو بكر الصديق الذي نوه الله تعالى به وبصحبته حينما قال في محكم كتابه: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه يعني أبا بكر: لا تحزن إن الله معنا. ثم لعن وشتم عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب الذي أنزل الله في محكم كتابه آيات من القرآن موافقة لرأيه، عمر بن الخطاب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سلك عمر طريقا من الطرق تركها الشيطان وسلك طريقا غير ذلك الطريق. وسب وشتم ولعن أم المؤمنين التي أنزل الله قرآنا محكما لا يأتيه باطل من بين يديه ولا من خلفه لبراءتها والثناء عليها. هذه ثوابت من الثوابت أجمعت عليها أهل السنة بكاملهم. لا يمكن بحال أن نقبل أن أبناءنا وبلدنا تبث هذا الفكر الذي يقوم على الشتم واللعن لهؤلاء. ما لا يمكن، لا يمكن الشكوى إلى الله تعالى ثم إلى رئيس دولتنا. ونحن ما أيدينا في أيدي ولاة أمورنا ومعهم، لكن هذا أمر هو تخصصنا ولا يجب علينا أن نبلغه إياهم. لا يمكن أن نقبل بهذا. نضيف إلى هذا النوع من الاعتداء على الثوابت الشرعية الاعتداء على الحرمين الشريفين، الحرمان الشريفان لا يخفى على أحد، أو يمكن أن يكون يخفى،
قد أعلن قبل أيام قليلة إعلان صارخ غالم الدعاء بالدعوة إلى تدويرهما لزعزعة أمن الحرمين واستقرارهما. الحرمان الشريفان سواء العاكف فيهما والبادي، كل الناس المسلمين بالنسبة لهم سواء، لكن الحرمان الشريفان يحتاجان إلى صيانة معنوية حيث يقام فيهما ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم ليقام فيهما، وصيانتهما المادية. ولا أعتقد أحدا يمكن أن يكابر أنه يمكن أن تتصور وضع يكون فيها الحرمان الشريفان أفضل مما فيه الحرمان الشريفان الآن. ومعنى هذا، معنى الدعوة إلى تدويرهما، معناه الدعوة إلى زعزعة الأمن والاستقرار. أنا لا أريد التصعيد على أي بلد، وخصوصا بلد ما زالت بيننا وبينه علاقة، لكني مضطر، هذا اعتداء على ثوابت شرعية أوجب الله علي وأوجب كتابه وأوجبت سنته أن نندد به وأن نرفع الشكوى منه إلى الله تعالى. والله ما نريد من أي بلد إلا حسن العلاقات وطيب التعامل، لكن الخلاف كما ذكرت أكثر من مرة منه ما هو تنوعي اجتهادي يمكن أن يكون لكل اجتهاده فيه، ولكن هناك الخلاف الذي لحمته الحق وسداه الإيمان، الخلاف بين الحق والباطل. من يلعن أبا بكر أو عمر أو عائشة أو يعتدي على الحرمين الشريفين والاعتداء عليهما بالفعل معروف، سابقته معروفة، هذا لا يمكن أن نسكت عليه. وليس الكلام في هذا حق للمملكة العربية السعودية عنا ولا لمصر ولا لأي بلد، كلنا سواء بالنسبة للحرمين الشريفين. ما ينعم به الحرمان الشريفان من أمن واستقرار، من يريد زعزعته يريد زعزعتنا جميعا. أرفع الشكوى إلى الله تعالى ثم إلى رئيس دولتنا، وأعود فأقول إننا لسنا بأصحاب تصعيد، ولسنا بأصحاب غلو، ولسنا بأصحاب تطرف، ولسنا بأصحاب إرهاب. مسالمون، صدورنا رحبة، نفرق بين ما يمكن أن يحصل الاتفاق فيه من حيث الشرع ومن ما لا يمكن الشرع الاتفاق فيه، بل حال أهل السنة والجماعة يمثله قول القائل: ولي فرس للجهل بالحلم ملجم مسرج، فمن رام تقويمي فإني مقوم، ومن رام تعويجي فإني معوج. أهل السنة لا يمكن أن يقبلوا المس بالثوابت الإسلامية، الرموز الإسلامية، أبو بكر وعمر وعائشة، هؤلاء الأئمة الذين عليهم أساس دين الإسلام، عليهم أساس ما يتنعم به البشرية من دين الإسلام، عليهما مذهب مالك، مذهب أحمد، مذهب الشافعي، مذهب أبي حنيفة، عليهما الكافة. ما يمكن أن نقبل هذا. الرجاء أن يفهم هذا، والرجاء أن يعمل بمقتضى هذه الشكوى وأن يعمل على إزالتها. ولا نريد كما قلنا طرد أحد، ولا أن يكون أي شخص ضيفا علينا نعامله معاملة لا تليق، لكننا نتظلم ونريد كف الظلم عنا وكف هذا الفكر الذي نحن على يقين من أنه ضال باطل حائد عما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا ما أردت أن أبلغه، وما علينا إلا البلاغ المبين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعد علينا هذا اليوم المبارك عاما بعد عام في أمن واستقرار وتقدم وازدهاء. اللهم أعد علينا وعلى الأمة الإسلامية بالأمن والاستقرار والتقدم والازدهاء. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، وجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أصلحنا وأصلح ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم أبرم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمر رشد، يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم وأمنا في أوطاننا، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من رام بلدنا هذا أو بلدا من بلدان المسلمين بزعزعة أمن واستقرار فاشغله بنفسه، واجعل تدميره في تدميره، واجعل دائرة السوء عليه. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا.
ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعد علينا هذا اليوم المبارك وعلى الأمة الإسلامية في أمن وأمن واستقرار وتقدم وازدهار. اللهم أعد علينا عاما بعد عام ونحن نذرأ المفاسد ونحقق المصالح ونعمل بمقتضى شريعتك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. رابط الحج والرحمن، وقد أما جموع المصلين هنا بجامع ابن عباس في العاصمة قيمة صلاة العيد بحضور فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس الجمعية الوطنية وأعضاء الحكومة وأعضاء السلك الدبلوماسي الإسلامي إضافة إلى جموع كبيرة من المصلين. الله أكبر كبيرة، والحمد لله كثيرة، وسبحان الله بكرة أصيلة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلوبا خاشعة وعلوما نافعة ويقينا صادقا ودينا قيما. نسألك العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة واصيلا.